حققنا اليوم الفوز الثالث على التوالي، نحمد ربي. عندنا احسن الان، احنا عندنا احسن هجوم واحسن دفاع. ان شاء الله الفريق الوطني يكمل بهذا المستوى، وان شاء الله نقدمه لقدام. الشكر الجزيلي لجمال بالماضي المدرب ولكافه اللاعبين، والشكر الكبير جدا يكون للانصار اللي تنقلوا بقوه لمدينه مصر الشقيقه. حسنا بربي شراكم بافريك لينا، وماناش مروحين. مبروك مبروك علينا التأهل، وان شاء الله الماتش الجاي ثاني نزيدوا نتأهلوا، ونطالبوا من رئيس الاتحادية يشوف لنا حل غيبه، يزيد لنا في البي دافيون، ونزيدوا نقعدوا ونعاونوا المنتخب الوطني، وان شاء الله بربي نجيبوا لاكوب دافريك. الفوز هذا تاع المنتخب الوطني زاد اكد اليوم على القوة تاع الفريق، بالرغم انه لعب بالفريق الاحتياطي ماهوش بالاساسيين. الفريق راه يمشي في الطريق الصحيح، نتمنوا كل توفيق المنتخب تاعنا، وان شاء الله نتمنوا التاهل، يتاهل ادوار متقدمه نصف نهائي. على كل حال المنتخب تاعنا ان شاء الله يلعب مقابله وخير ان شاء الله. نشكروا خاوتنا مسارو على الاستضافه المليحه هذه، وان تو تيلي في فاجيري، وتحيه المغاربه خاوتنا. المغرب جزائر خوا خالي 3-0 في فاجيري. Félicitations pour le Maroc et pour l'Algérie. Merci.